صوت يدعو لليقين، صوت قدوس من أهل البيت، فأخرج الله من قلوبهم الإمام ورؤية الإمام، فيستكبرون علينا أن نرى الإمام، لأن في رؤية الإمام شرف وعبادة ومنزلة وتغيير في حياة الإنسان. لذلك أخوان، نحن ننتظر الزلزال، وكل ساعة يقرب، يقول معلمي رغم غزارة الأمطار هناك هزة عظيمة، ولكن أنتظر، يقول معلمي إذا قبل اقتراب الساعة احتراق طائرة أخرى من آل سعود وانفجار طائرة روسية في الجو، فاعلموا والله بعدها زلزال تقشعر منه الأبدان.